كلامك يا دكتور سعد يعني ده يعني لو ناس سمعوه بجد يعني يمكن طريقة تفكيرهم تتغير، يمكن وعيهم يتغير على اللي بيحصل، لأن احنا شايفين المجتمع كله بيتكلم ازاي والانتقادات و نعم و و و نعم بس لو هم فكروا بالأسلوب اللي حضرتك بتفكر فيه ممكن يعيد حساباته في حاجات كتيرة بشكل كبير. نعم طيب احنا اتكلمنا على الولايات المتحدة والدول الأوروبية والغرب وحالة يعني إدارة الانهيار زي ما نعم بنقول، طب ما تيجي نشوف روسيا والصين بيقولوا إيه أو نعم بيعملوا إيه. نعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن بلاده تدعم جهود حركة عدم الانحياز لحماية سيادة الدول. جاء ذلك في رسالة من بوتين إلى المشاركين وضيوف القمة 19 لحركة عدم الانحياز وفقا لما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية. أضاف بوتين أن روسيا تدعم باستمرار المشاركين في الحركة في جهودهم لحماية مبادئ المساواة غير المشروطة بين جميع الدول واحترام سيادتها ومصالحها المشروعة، بما يتفق بشكل صارم مع روح ونص ميثاق الأمم المتحدة. وشدد بوتين على أن كل من روسيا وأعضاء حركة عدم الانحياز يدعون إلى إجراء حوار بناء بين أعضاء المجتمع العالمي على أساس معترف به بشكل عام وملزمة لجميع قواعد القانون الدولي. ظهر بوتين، طبعا ظهر دلوقتي بوتين ظهر، هو دايما كان بيبقى في الخلفية. يعني بس دلوقتي هو ابتدى يتكلم على قانون دولي، نعم، حركة عدم الانحياز، نعم، قوانين ملزمة يعني قال حاجات كتيرة ومبادئ المساواة غير المشروطة بين جميع نعم الدول. نعم طيب هل ظهور بوتين في هذا التوقيت لمجرد انها كلمة لحركة عدم الانحياز اثناء انعقادها، ولا هو قاصد حاجة معينة في هذا التوقيت؟ شوف، احنا قلنا كتير قبل كده، والنهارده جزء كملنا به اللي قلناه قبل كده. قلنا في جملة أو في عبارة أن الغرب يدير مرحلة السقوط، الغرب القريب بيدير مرحلة التحلل، وأن الشرق قادم. والكلام ده مبني على أسس، مش كلام بنحطه خلاص، لا، كلام على أسس. يعني الشرق قادم، إيه هي الشرق؟ روسيا، الصين، الهند، اليابان. باندونج 55 اللي هو أول مؤتمر اتعمل لدول عدم الانحياز، كان في عبد الناصر اليوسيب بروستيتو ولالا نهرو، الثلاثة دول عملوا الكلام ده الحقيقة، وكان فيها تقريبا معظم تقريبا 70% من دول العالم في هذه الحركة، شكلوا الحقيقة قوة ضغط سياسية كبيرة. بدأت القوة دي خلال لما مات أصحابها بدأت تضعف الحقيقة، ضعفت، هم بقى لهم 10 سنين ما بنسمعش عنهم. انا قلت برضو في المرات اللي فاتت والنهارده باكد تاني، احنا في فتره مخاض او تحول كبير في العالم. يعني معنى كده ايه؟ وهو لما يشير الى قرارات ملزمه، لانه عاوز يقول ان قرارات حتى مجلس الامن والجمعيه العامه للامم المتحده لم تعد ملزمه لاسرائيل بالذات، وهو يشير الى ذلك. يعني احنا بنقول النظام العالمي سواء كانت الجمعيه العامه او المنظمات او حتى مش المنظمات او حتى المنظمات الاقليميه بما فيها منظمه عدم الانحياز، واضح ان الكلام ده يجب نرجع تاني اللي كان جيد او ايجابي نرجع ننميه، ولان هيحصل زي ما قلنا الهيكل التنظيمي للعالم كله هتغير، الامن الكوني هتغير، الامن الاقتصادي هيتغير، القوى العسكريه بتتغير، يعني كل منظومات القوى في العالم بكل مستوياتها ونوعياتها بتختلف خلال العشر سنين. انت قدامك 3 4 سنين لن تجد الامم المتحده كما هي، ولا منظماتها ولا المنظمات الدوليه، كان بعث بوتين رسول من جديد ينبه الى ان المنظمات التقليديه القديمه هي القادره على اداره العالم في فتره المخاض اللي احنا فيها. وده كلام مهم، ولذلك من شويه انا قلت لحضرتك احنا يجب ان احنا نقوي حبلنا السري مع الروس ومع الصين ومع الهند. دي ثلاث دول الفتره اللي جايه، صحيح الصين رقم واحد لكن لا نستهين بروسيا والهند. الحاجه الثانيه جايز من الاسباب اللي بدا بوتين خلال الاسابيع الثلاثه او الاربعه الاخيره يهتم بالشان الشرق اوسطي، او زي ما هو عندهم الغرب اوسطي في وجهه نظر الشرق يعني الروس، ان هو عاوز يقول لامريكا والغرب اوكرانيا اخبارها ايه؟ نسوا اوكرانيا؟ مش نسوا، ده بقوا دلوقتي بيتخانقوا، ما عادش عندنا نقدر ندي لاوكرانيا اكتر من اللازم. كان هو بيقول ان الدرس اتعلمه لما ايام كارتر، مش كارتر اسف،
الرئيس الامريكي اللي كان ممثل رونالد ريغان، ريغان لما استدرج الروس بحرب النجوم، وهي كانت حرب وهميه واسقط الروس في التسعينات وانتهت حال الاتحاد السوفيتي، هو عاوز يقول لهم ان الدرس مش هيتكرر تاني، انتوا كنتوا بتستدرجونا لكن احنا لما دخلنا اوكرانيا احنا عاملين عندنا هدف استراتيجي بننفذه وتقريبا قربوا ينفذوه، وكانوا هم اوكرانيا وغيرها كانوا بيعولوا على ان الغرب مش هيسيبهم، لا الغرب مش النهارده مضطر يسيبهم ليه؟ الشعوب بدات تنتبه، انت كل المليارات اللي عشان ايه؟ في الاخر اوكرانيا بتمثل بالنسبه لنا ايه؟ ده على الطرف في نهايه الاطراف بالنسبه لنا للامن الاوروبي او الامن الامريكي، وبعدين اللي دفعهم لكده مين؟ امريكا. امريكا مش ايه علاقه امريكا باوكرانيا؟ يعني المسافه بعيده جدا، وما بقصدش المسافه الجغرافيه، لا. اذا النهارده لما بوتين كان الاول على الهامش، النهارده بيقرب الصوره، بتقرب لحد ما قريب خالص هتلاقيه بقى موجود في الصوره هو والرئيس الصيني والناس الشرقي، يعني هتلاقيهم قدامك. حضرتك بتتكلم انا وبتتكلم على المنظمات، احنا نسينا حلف الناتو اللي بيعمله اليومين دول. فين حلف الناتو؟ ما هو اصل انت ما هو حلف الناتو عباره عن ايه؟ عن الدول الاوروبيه وامريكا. حصل فيه شرخ ما حدش خد باله منه اول ما نجح ترامب وراح ماكرون عشان يبارك له، وقال كلمه كانت هي الكلمه الحقيقيه لكن عوقب عليها، لما قال ان احنا فرنسا بتعمل على تكوين قوه عسكريه اوروبيه تستطيع ان تدافع عن الامن الاوروبي. هو مشي من هنا وبدات السلطات الصفراء، دفع الثمن الحقيقه. لكن ماكرون اذكى من ان هو يعني هو عارفه مايل شويه لحد ما تنتهي الامور. هم النهارده اعتقد ان برضو جزء من اللي هيحصل الفتره اللي جايه ان نيتو مش هينهار النيتو، لكن هيحصل اعاده تنقيه ليه، وانا اعتقد لاعضائه. وانا اعتقد ان هم بشكل او باخر في مشكله مع تركيا، احتمال يتخلصوا من هذه المشكله، يعني بيعتبروا مع ان تركيا قاعده انجرليك عندهم قوه مشتركه، اكبر قاعده كمان هناك للناتو، بس هم بيعتبروها جزيره مسلمه وسط بحر مسيحي، ده اللي موقفهم لغايه النهارده. طبعا في حجج ثانيه اليوم عشان يمنعوا انضمامها، لكن اعتقد الملف ده هينتهي. تعلق امريكا بالاتحاد الاوروبي، ترامب برضو انهى القصه دي من بدري، قال اللي هيدفع هيفضل، اللي مش هيدفع احنا مش ملزمين بيه. احتمال جدا ان ترامب يدخل، احتمال كبير جدا ان ترامب ينجح، لان الظروف كلها مؤهله ليه ومؤهله ليه. لو جاء انا اعتقد ان هو هيسرع، لان هو وجوده في السنين الاربعه اللي فاتت هو اسرع بالسقوط، لانه انسحب من منظمه التجاره العالميه، انسحب من حاجات كتير الحقيقه، وهو انسحب في باريس من اتفاقيه المناخ، وانسحب. هو راجل برجماتي وراجل اعمال، مش راجل لم يدرب على السياسه ولم يتخرج من مؤسسه عسكريه. صحيح. لا هو راجل بيقول لك ان اقرب خط بين نقطتين هو الخط المستقيم. طب انت الخط المستقيم راجل اعمال، وانا هكسب ايه؟ وهدفع ايه؟ ايه اللي هدفعه؟ اذا رجع تاني بنفس المنطق يبقى هنسرع بانهيار امريكا، هنسرع بتفكك اوروبا، هنسرع بقدوم الشرق، الهجره العربيه هتبقى اسرع مما تتصوري.